بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح أنا لما اشتغلت على موضوع المحقق كعمل فني كان عندي مصدرين مهمين جدا، لأني تعاملت مع الموضوع كبحث أكاديمي، فتناولت الموضوع من خلال مصدرين مهمين. المصدر الأول اللي هو كان المصادر الروايات التاريخية اللي تكلمت عن خط المحقق من خلال الرسائل اللي كتبوها أساتذة الخط، من أمثال فرضا إحنا عندنا اللي هي من أقدمها رسالة لمحة المختطف أو المختطف في كتابة الخط السلف، عندنا بعدها هذه من القرن السابع الهجري، وعندنا بعدها رسالة أو كتاب القلقشندي لأنه مخصص الجزء الثالث بشكل كبير جدا فيه لموضوع الخطوط وخصائصها، وعندنا كمان اللي هي رسالة ابن الصايغ اللي هي جامع تحفة أولي الألباب في صناعة الخط والكتاب، وعندنا كمان كتاب العمدة للهيتي اللي هو تلميذ الصايغ. فالمصادر هذه ذكرت لنا بشكل أو بآخر أوصاف الحروف، سواء كانت للأقلام الستة بشكل عام أو الأقلام مفصل. هذا جانب، هذا الجانب البحثي والروايات والكتابات والأوصاف. الجانب الآخر اللي هو النماذج الخطية نفسها، فإحنا لما نقرأ ما كان يكتبه ابن الصايغ عن أوصاف الحروف المتعلقة بخط المحقق على سبيل المثال، ونيجي نطبقها على ما هو كان يكتبه أو من النماذج القلمية التي تركها ابن الصايغ والمحفوظة في يعني المتاحف والمجموعات الخاصة، نجد تطابق ما بين ما وصفه أو ما قام بوصفه للحروف وما تكلم عنه أو كتبه بقلمه كخطاط. فأنا حاولت أنه أوفق بين هذول الموضوعين. وإحنا عادة أنه إذا كانت الرواية التاريخية يعاضدها ويقويها النموذج الفني فبتطلع عندنا رواية قوية جدا، أو العكس إذا كان النموذج الفني أو الكتابة تمت يعني تقويتها برواية تاريخية فهذا أيضا يعطينا صورة شبه أكيدة عما كان يجري ويحصل في هذا الجانب أو في هذا الاتجاه. طبعا المحقق كتبت فيه أعداد هائلة جدا من المصاحف بدءا من القرن، نفترض القرن الثاني الهجري ولغاية القرن العاشر الهجري، حوالي 8 إلى 9 قرون يعني كتبت أعداد هائلة جدا بخط المحقق. لكن عندنا إحنا محطات مهمة جدا في خط المحقق، مثل ابن البواب، مثل ياقوت المستعصمي، مثل ياقوت الموصلي، مثل تلاميذ اللي هم تلاميذ ياقوت الستة اللي تذكرهم المصادر بأسماء وبروايات مختلفة. فعندنا هذه أعمال، فبالتالي إحنا بتشكل لنا هذه الأعمال صور عن المحقق في فترة معينة من الفترات الزمنية، ومن خلالها أيضا نستطيع أن نتابع قضية التطور الفني لكتابة المحقق ومعرفة أساتذة هذا الخط في فترات وحقب معينة. فبالتالي لا نستطيع أن نقتفي أثر حروف المحقق من خلال دراسة كل المخطوطات. إحنا إذا أخذنا فرضا القرن الثامن الهجري، إذا أخذنا فرضا اللي هو أحمد السهروردي أو مبارك شاه، بيعطينا فكرة عن هذه الفترة كيف كان يكتب المحقق. إذا رحنا القرن الذي يلي أو الذي يلي أيضا نجد صورة صحيحة من خلال كتابات بعض الأساتذة التي تسجل هذه المرحلة وما كان يجري من تطور على كتابات المحقق من خلالها. فهذه يعني قضية مهمة جدا. الموضوع اللي أنا ما راح أتناول الحروف بالتفصيل، لكن هنالك الكثير من الميزات التي يمتاز بها خط المحقق فنيا، فأنا يعني اخترت مجموعة منها وسأعرضها الآن كتابة أمام حضراتكم. بداية اللي هو حرف الألف.
حرف الألف يعني معظم المصادر التاريخية تذكر أنه من 9 إلى 10 نقاط. الرواندي بيذكر أنه بيقول أنه قياس الألف 10 نقاط وبيقرنها بالآية القرآنية وتلك 10 كاملة. ابن الصايغ بيقول بين 9 وبين 10 وبيذكر أنه الألف المحقق ألف مستقيمة ليس فيها اعوجاج. وفي البعض بيذكر أنه ينتهي بتشعيرة إلى اليسار. وإذا طبقنا هذه الأوصاف على ما عندنا من النماذج نجد أنه ابن البواب عنده ألفات محرفة، عنده ألفات مستقيمة، وعنده ألفات تنتهي بتشعيرة نحو اليسار. بنلاحظ ايضا انه الف المحقق فيها استقامه، ما فيها التعرج اللي موجود او الانحراف البسيط الموجود في خط الثلث، ونجد انها تتضاءل بالسماكه من الاعلى الى الاسفل. طبعا الالف المحقق العشر نقاط كثيرا ما يربطها يعني اساتذه الخط بالحروف الاخرى. على سبيل المثال لما نيجي للباء بيذكر ابن الصايغ انه الباء بدايتها نقطة ونصف والمسطح عبارة عن 7 نقاط. طبعا مبدأها أعلى من نهايتها بقليل، وبعض الأساتذة بيعتبر أنه بداية الباء ونهايتها على ليفل واحد، على مستوى واحد. فإذا إحنا ما قسنا، إذا فتحنا الباء، إذا السن هذا رجعناه إلى اليمين، فعندنا هون 7.5 بصير عندنا 8.5، وهذا الارتفاع تقريبا نقطة وشيء قليل، فتقريبا إذا فتحت الباء بتساوي طولها طول الألف. الألف بالنسبة لحرف الجيم، الجيم المنسطح اللي هو الجزء العلوي يصف الأساتذة ما بين 6 إلى 7 نقاط. لكن القضية اللافتة للنظر في حرف الجيم وخاصة بالمحقق أنه حرف الجيم له شكلان، إما يكتب مرسل بهذه الصورة، وهي الصورة المعروفة في خط الثلث، وهذا نادر جدا، نجده أحيانا عند القرحصاري، لكن في المصاحف المملوكية الشكل الأكثر استخداما اللي هو ما يعرف بالمسبل، والبعض يجعل استدارة الجيم أو اللي هي دائرة الجيم تقريبا بقياس الألف من 9 إلى 10 نقاط. فالشكل المسبل هو الشكل الأكثر استخداما في خط المحقق، ومن خلال استعراض معظم يعني الكتابات المتاحة من هذه الفترة نجد أنه يعني هذا الشكل هو الأكثر استخداما. راح نشوف إن شاء الله أثناء المحاضرة أنه هذا الشكل متوفر بغزارة في كتابات المصاحف المملوكية. حرف الدال شبيه جدا بحرف الدال عند الثلث، لكن قياسه أوسع.
المستلقي 4.5، والمنكب اللي هو الجزء العلوي أيضا بنفس القياس. وهذا الجزء حوالي بين نصف نقطة إلى نقطة، فإذا فتحنا الدال بهذا الشكل أيضا تعادل طول الألف اللي هي من 9 نقاط إلى 10 نقاط. من النماذج المتميزة في العصر المملوكي هنالك نموذج لخطاط اسمه سونج الرسولي من القرن السابع، من القرن الثامن الهجري، وعنده ربعة من 30 جزء محفوظة في دار الكتب المصرية، لكن فيها بعض الفيتشرز اللي موجودة في المصحف يعني رائعة جدا، ولم يعني أنا ما وجدت ما شاهدتها عند أي خطاط آخر. من ضمنها اللي هي إنه يكتب الدال بهذا الشكل. الجزء الصاعد بيكون صاعد شبه باستقامة ومشقوق الطرفين، والجزء المسطح لا ينهيه بردة، بيتركه مختلس، يعني هذا الشكل يسمى مختلس أو دال مخطوفة. أنا في كراستي، في كراسة المحقق، يعني استخدمت هذا الشكل، لكن مع شيء من التليين. نيجي إلى حرف الراء اللي هو يعتبر من الحروف الأساسية والمهمة واللي هو ذات الخصائص المميزة لخط المحقق. ابن الصايغ يجعل الجزء المنتصب هذا العمودي ب3 نقاط، والمرسل أحيانا من 7 إلى 8 نقاط، لأنه على نفس المبدأ إذا فتحنا بداية الدال إلى اليمين يكون امتداد الراء قريب من امتداد الألف اللي هو 10 نقاط. كثير من خطاطين المماليك يعني في مصاحفهم يبالغوا بشكل هائل جدا في امتداد الجزء المسطح من حرف الراء. وفي حرف الراء احنا بنشاهد كثير، يعني بنشاهد الفرق، احد الفروق المهمه ما بين مدرسه ياقوت المستعصمي اللي اخذت طريقها من بغداد الى شرق اسيا الاناضول، واستقرت ايضا في بغداد عند الكثير من الخطاطين في المنطقه، بالاضافه والفارق ما بينها وما بين طريقه ابن بواب اللي اخذت يعني امتدادها الى شمال العراق والقاهره وفي مصر وفي سوريا. فياقوت ياقوت وتلاميذه الجزء اللي هو المنسطح أقصر من الجزء المنسطح عند ياقوت عند ابن البواب، وميلان الجزء المنسطح عند ياقوت وتلاميذه أكثر من ميلان الجزء المنسطح عند ابن البواب وتلاميذه. طبعا هو شكل واحد فقط لحرف الراء في خط المحقق، وشكل يعني لا يختلف أو لا يشكل على أي قارئ إنه هذا ليس راء، بينما عندنا إحنا الراء اللي موجودة في خط الثلث اللي هي المضغمة قد تقرأ أحيانا راء وقد تقرأ باتا ثانون راء أو زاي. حرف السين أو أسنان السين، طبعا السين هذا السين في مصطلحات الخط تسمى سين محققة لأنها ذات أسنان 3، ولا تكتب السين المرسلة اللي هي غير المسننة في خط المحقق، هي من كتابات إما يعني طبعا من كتابات الثلث.
في السابق الفراغ ما بين الأسنان متساوي إلى حد إلى مرحلة القرحصاري حتى لمرحلة لحد كتابات القرحصاري في مصحفه وفي الأنعام الشريفة اللي هي موجودة هنا وهناك، كان لا يزال يحافظ على أنه المسافة ما بين أسنان واحد، السن الأول والثاني والثاني والثالث المسافة متساوية، بعكس الثلث أنه إحنا عندنا المسافة ما بين السن الثاني والثالث أوسع من المسافة ما بين السن الأول والثاني. بالنسبة لكأس السين وهو الكأس الذي يعني يشترك مع الصاد والضاد والفاء والقاف والنون والياء، عندي يقود أكثر انحدار وأقل امتداد، ومجموع كأس السين كامتداد أفقي مع ارتفاع اللي هو القائم الأول أيضا يعادل حوالي من 9 إلى 10 نقاط. بالنسبة لحرف الطاء الجزء المنسطح شبه مستقيم في كتابات المحقق، وهذه من الفيتشرز من الـ من الـ من الخصائص المتعلقة بالتفريق ما بين الصاد والطاء من البداية من أيام مهلهل اللي هو كان معاصر ابن البواب عفوا لابن مقلة، إنه الطاء أوسع أكثر امتدادا والجزء السفلي منبسط في الطاء أكثر من الصاد، لكن يعني المميز في الطاء إنه عصا الطاء رح ندخل على الدال بس لحد فترة متأخرة قائم الطاء يأخذ الاتجاه إلى اليمين، هو وقائم اللام ألف دائما يأخذ اليسار، لكن شوية مربك لأنه احنا بنعرف انه القوائم يجب ان تميل كلها باتجاه واحد، فالمبرر الوحيد اللي انا وجدته يعني تاريخيا انه حرف الطاء بالكوفي المشرقي كان يكتب بهذه الطريقة، فظلت هذه الخاصية اللي موجودة في الطاء في الكوفي المشرقي متلازمة مع المحقق إلى تقريبا إلى مرحلة متأخرة، يعني حتى نجدها بكتابات القرحصاري موجودة بهذه الطريقة، ومع التدقيق يعني أنا ذاكر هذا الموضوع في كتابي، مع التدقيق الجيد نجد كثير من خصائص المحقق هي مأخوذة من الكوفي المشرقي، وبخاصة نجدها واضحة جدا في رؤوس الفاء والقاف والواو، الامتداد العنق هذا نجده، وحتى إذا دققنا وقارناها بعبارة ولا غالب إلا الله اللي موجودة على قصور الحمراء نجد أن ولا غالب إلا الله هي أقرب للمحقق من الثلث. من الموضوع الطريف اللي موجود في كتابة الطاء إنه ابن البواب في ديوانه الطاء المتوسطة تتصل بالحرف الذي قبلها بثلاث طرق، هذا الشكل الأول، والشكل الثاني هو المعروف في أيضا بخط الثلث والذي يتداخل يعني المنبسط بالحرف الذي قبل الطاء مع المنبسط في حرف الطاء بهذه الطريقة، والشكل الثالث إذا كان يسبق الطاء سن فنجد الطاء تجلس على والجميل أن الثلاث أشكال التي نشاهدها باتصال الطاء بحرف قبلها من فترة البواب ظل بقي الخطاطون يحافظون على هذه الثلاث طرق إلى مرحلة متأخرة حتى نشاهدها في مصحف القرحصاري، أيضا الثلاث اتصالات لحرف الطاء موجودة في مصحف. حرف الفاء ورأس الفاء هو عينه في القاف والواو، ونعرف أن الفاء مركب من
رأس الفاء وجسم الباء. الكاف المحقق، الكاف واللام بنفس الشكل. لأن اللام في الثلث مركبة من ألف ونون، اللام في المحقق مركبة من ألف وباء. هذا الأول مذهب اللي هو ياقوت المستعصمي، الثاني مذهب ابن البواب، وثالث مذاهب، والمذهب الثالث اللي هو أقل انحدارا ما بين النون وما بين الباء، ويذكر اللي هو ابن الصائغ باعتبار أنه مذهب ابن العفيف اللي هو من كبار الخطاطين المصريين القرن الثامن الهجري. والذي يفرق ما بين الكاف واللام اللي هي همزة الكاف، وهمزة الكاف إما تكتب بهذه الصورة، وأنا وجدتها عند حسن شلبي ابن القرحصالي، وأحيانا تكتب بقلم أصغر بكاف ممتدة بهذه الصورة. بسم الله. احنا توقفنا عند اللام، فمن المميزات الرئيسية لخط المحقق اللي هي اللام المشقوقة، أو اللام إذا كانت في الوسط أو في النهاية، بالإضافة إلى حرف الكاف. هذه تكون لحرف الكاف. لحرف اللام هذا الجزء النازل ينزل تقريبا إلى مستوى يعادل مستوى الحرف الذي قبل اللام، ويكون بهذا الشكل. فتقريبا المساحة أو المسافة بين ما هو قبل اللام وحرف اللام تكون بمقدار نقطة واحدة. هذا الشق في القائم في المنتصب لا يعتبر يعني أساسيا وضروريا في خط المحقق، لكن هو من أهم الميزات التي تميز خط المحقق. أنا بشبهه بالعادة أنه من السنة في صلاة الأعياد أنه إذا ذهبت من طريق ارجع من طريق مختلف، وإن كانت معظم المصاحف الموجودة في الفترة المملوكية تكتب اللام بالطريقة اللي هي قائم اللام بالطريقة التي نكتبها بخط الثلث. وهذا شق الصاعد أو المنتصب أيضا استخدمه اللي هو الرسولي في مصحفه للحروف الصاعدة بهذه الطريقة، اللي هو السن الذي يفرق ما بين مجموعة الأسنان إذا كان قبله سن أو سنين وبعده سن أو سنين. وحقيقة هذه الحركة أنا يعني أقدم مثال وجدت مثيلا لها موجودة كانت عند ابن أسد اللي هو أستاذ ابن البواب، ويبدو إنه الحركة كانت حركة عفوية جدا، إنه كان يعني عنده وكاتب كلمة حبيب، فطالع بالصاعد ونازل بهذا الشكل بطريقة غير مقصودة، فصعوده ونزوله لم يكن بنفس على نفس القائم، بينما لكن عمل نوع من الجاب أو الشق في السن الآلة. ويبدو أنها فيما بعد التقطها بعض الخطاطين الفنانين وطورها وأصبحت إحدى الميزات التي يعني تستخدم في خط المحقق. نيجي لحرف الميم. الميم تكتب بشكل هي رأسها رأس ملوث، وإذا شاهدنا إحنا بنشوف هذه الحركة هي عكس الحركة هاي، وكأنه مثل شكل اللي هو الفشي، شكل السمك أو ما يسمى بالفيزيكا. وهذا المسطح للحركة.
الميم احيانا في نهايه السطر تكتب ما يسمى باللي هي المسبله. حتى لو طويل يعني من القضايا ايضا اللافتة للنظر في المحقق اللي هي الهاء النهائيه التي ايضا يعني كتبها الرسولي في مصحفه، وايضا اشار لها اللي هو القلقشندي وموجوده في صبح العشاء لهذا البلد. قد تكون نقطه مشابهه او نقطه ونصف، والاغلب انه المسافه من هنا الى هنا اكثر من المسافه من هنا الى هنا. طبعا الكل يعرف اللي هي اللام الف المقص، فهي وايضا يطلق عليها لام الف محققه، يعني حتى الذين يكتبون عن خط الثلث فاذا جاءوا لوصف اللام الف المقص يسمونها لام الف محققه. لكن الخطاطون ايضا يستخدمون ما يسمى ب هذا الشكل من اللام الف اللي هو تسمى مرشوقه عند ابن الصايغ، وايضا نجد لها امثله موجوده عند ابن البواب، سواء كانت في بدايه المنفرده زي لا يعلم الذين كذا، او اذا كانت في متصله لكن نهائيه تسمى مرشوقه. واحيانا قليله جدا نجد ايضا بعض يعني كثير في المصاحف، او ليس كثيرا لكن في بعض المصاحف نجد ما يسمى باللام الف والراقيه اللي هي تشابه تماما لام الف النسخ، لكن احيانا تكتب الترويس من اعلى من اليمين وليس من اليسار، وهذه على الاغلب تكتب نهائيا لكن على كرسي بهذه الصوره. من التركيبات اللطيفه اللي انا يعني وجدتها في بعض المصاحف المملوكيه أن الياء والنون النهائية تكتب بهذه الصورة. يعني ما في شق مثل ما هو موجود ب أن هذا الجزء غير موجود، مباشرة يرجع بنفس القائم الأول إلى جزء بمقدار حوالي نقطة ونص وينتقل إلى، وهذا فيه اختصار في المسافة ما بين القائمين، شوي بتكون أضيق من المسافة ما بين القائم الأول والقائم الثاني. أنا ما بدي أطيل، لكن نقطة أخيرة اللي هي حركات الإعراب. من أهم الميزات التي تميز خط المحقق اللي هي حركات الإعراب الضرورية جدا، لأنه هو خط مخصص لكتابة المصحف الشريف، فبالتالي كل حركة موضوعة في داخل النص المصحفي أو القرآني هي حركة في مكانها، ولا يجوز أن تستخدم حركة سواء تزيينية أو غير تزيينية ما لم يكن لها وظيفة تؤديها في النص القرآني. لكن من أبرز حركات الإعراب اللي هي الفتحة تكتب بهذا الشكل. عفوا أنا ذكرت الفتحة، هي الضمة من أبرز الحركات اللي هي الضمة تكتب بالصورة هاي. من الحركات أيضا اللي هي السكون بهذه الصورة، طبعا نادر جدا أن تستخدم السكون الكبيرة أو الثقيلة، وأنا أؤكد أيضا على ما كان ذكره الأستاذ أو الدكتور صواش أن حركات المحقق تعادل ربع سماكة قلم المحقق لأنها أنعم من حركات خط الثلث. حركة المهمل في المحقق توضع على الراء، حرف الراء، وتوضع على حرف السين، فإذا ما صغر الخط وانتقلنا من محقق إلى فرضا على سبيل المثال رقاع أو ريحاني تستبدل حركة المهمل بحركة الهلالية، فالهلالية مخصصة هي نفس الوظيفة لكن مخصصة لخطوط الناعمة، وأيضا توضع على الراء وتوضع على السين بنفس الشكل. أنا أتوقف حتى أنه يعني
كثير هنالك من الخصائص المتعلقة بكتابة المحقق، لكن هذه من أهم الفيتشرز أو الميزات التي يتميز بها يعني خط المحقق. إحنا نعرف أنه الأثر العربي القديم يقول أحسن الخط أبينه، وهذه من أهم الصفات التي يمتاز بها خط المحقق، أنه خط بين، خط واضح. لذلك إن شاء الله هذا سأقوم بتوضيحه في المحاضرة، لذلك اختير هذا المحقق أو هذا الخط لكتابة كلام الله تعالى حتى يكون واضحا جليا، لا لبس في حروفه ولا لبس في حركاته. مع الشكر الجزيل. ما شاء الله، في مصطفى معرفتنا به تمتد إلى تسعينات القرن، والخط نعمة ورحمة. به يعود الخط، ينتصر الخط ويعود محققا، وأنجز هذه الرسالة، هذا الكتاب القيم. نتمنى أن يجد ترجمة في وقت قريب حتى تعم فائدة. الدكتور مصطفى منصور، فنون طبعا، دكتوراه في الفنون الإسلامية، تخصص فنون إسلامية، فن الخط من The Prince School of Traditional Arts Wales University London UK 2007. طبعا حصل ماجستير والبكالوريوس من الأردن. إجازة تقليدية في فن الخط من الأستاذ الكبير حسن الشلبي في اسطنبول، أول من نالها الأردن عام 2003. خبرات أكاديمية السيرة قليلة طويلة، سوف أختصر. 2007 إلى الآن أستاذ فن الخط قسم الفنون الإسلامية بكلية العمارة والفنون الإسلامية جامعة العلوم الإسلامية العالمية عمان، محاضر غير متفرغ معهد الأمير شارز للفنون التقليدية BSTA لندن. شارك في العديد من المؤتمرات والندوات، من مؤلفات الكتب الإجازة فن الخط العربي دار من تداوي 2000 عام 2000 عمان الأردن. عنده منصور ناصر نصار سيف الإكسبريت محقق، هذا الكتاب الذي ذكرناه، منصور نصار أنشاب الخط المحقق، حاس علمية ما شاء الله عديدة كذلك وتسقط منهن. منصور نصار الشرع رائد الكتابات الزخرفية في مسجد الشهيد عبد الله الحسين وعلى غاية المكان هي الأردنية للفنون 2014. الخبرات الفنية عديدة كذلك، أعماله ضمن المجموعة في المتحف البريطاني في لندن بريتش ميوزيوم، كذلك نظم أول معرض عن الإجازة في فن الخط العربي بالتعاون مع الدكتور إنشيا بورتر مديرة القسم الإسلامي المتحف الإسلامي في المتحف البريطاني لندن. شارك في معرض Arabic Script Mightier Than The Sword الذي نظم المتحف البريطاني لأعمال مجموعة منتخبة في فن الشرق الأوسط عام 2003. صمم خطوط صرح شهداء الجيش العربي، تصميم مجسم للعازم، تصميم خطوط ضريح المرحوم له المفقود من الحسين الطلال. شارك في العديد من معارض فن الخط العربي محليا وعالميا، ونظم عديد الورش في فن الخط العام العربي في أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، ماليزيا، باكستان، اليابان، روسيا. هو عضو مؤسس في معهد الفنون الإسلامية التقليدية، كذلك عضوية في جامعة كثيرة نذكر منها الاثنين، وعضو هيئة المتحف الإسلامية في IMA جامعة كامبريدج إنجلترا. مرحبا دكتور، هو يقدم محاضرته واقفا. تفضل. بداية أرحب بالضيوف الكرام وبأستاذنا وأخونا الكبير الأستاذ محمد المرث، وبداية أشكر مركز دبي لفن الخط العربي الذي أتاح هذه الفرصة الطيبة للالتقاء بحضراتكم والحديث إليكم في هذه المناسبة التاريخية التي تسجل الاحتفال بالخط المحقق أحد أصول فن الخط العربي، وإنني أعتبرها مبادرة هامة في طريق إحياء هذا الخط الذي خدم المصحف الشريف لأكثر من 9 قرون.
وحديثي سيكون في رحلة الخط المحقق عبر الأسلوب. بداية، ما هي دلالة المحقق لغة واصطلاح؟ لم يرد في المعاجم اللغوية تعريف مستقل لكلمة محقق على اعتباره واحدة من أنواع الخطوط العربية، وإنما جاءت كلمة محقق مقترنة بصناعة معينة أو وصفا لمنتج معين، فيقال كلام محقق أي رصين وثوب محقق إذا كان محكم النسج. فالمحقق لغة وصف يدل على الرصانة والضبط والإحكام وشدة الإتقان. من هنا استخدم أهل الخط مصطلح المحقق للتعبير عن كتابة المحكمة والرصينة والمتقنة. ولعل علي بن خلف الكاتب المتوفى بعد سنة 437 للهجرة، صاحب كتاب مواد البيان، من أهم من يمكننا أن نستدل به في هذا الباب، فهو يعد من الرواد الذين ألفوا في صناعة الكتابة ومن الذين أسسوا لمكتبة الخط. فهو يقسم الخط إلى نوعين اثنين، هما المحقق والمطلق. ومن الذين وقد عرف المحقق بأنه ما صحت أشكال حروفه على اعتبارها مفردة، وهو أفضل من المطلق، وهذا لا يستعمل إلا في الأمور الجسيمة. عبارة ابن خلف هذه وغيرها مما ورد في مصادر الخط تقدم لنا صورة عامة عن طبيعة شخصية الخط المحقق الذي اعتمده كبار الكتاب والخطاطين ليكون الخط المخصص لنسخ المصحف الشريف والكتابات الهامة. لكن ما هي الخصائص الفنية التي توفرت في المحقق حتى جعلته المقدم على غيره من الخطوط ليحظى بهذه المكانة؟ التوحيد المتوفى سنة 414 للهجرة في رسالته رسالة في علم الكتابة يعطينا معنى المحقق بقوله: التحقيق هو إبانة الحروف كلها منثورها ومنظومها مفصلها وموصولها بمداتها وقصراتها وتفريجاتها وتعريجاتها. إذن فالمحقق هو خط تكون حروفه المفردة والمتصلة واضحة بينة مع إتقان وضبط في رسمها. وإذا عرفنا أن معنى الترتيب في القرآن الكريم هو التحقيق كما عرفه سيدنا ابن عباس رضي الله عنه بأنه التبيين، أي قراءة القرآن بتأودة وتأنن، قراءة مفسرة حرفا حرفا من غير غمغمة ولا إعجام، كما قال السيوطي: إعطاء كل حرف حقه من الإشباع والمد مع تحقيق الهمزة وإتمام الحركات. عرفنا كيف يلتقي مفهومات التحقيق صورة ولفظا. لقد مر المحقق كمصطلح فني يدل على الكتابة المتقنة بمرحلتين: الأولى الكتابة الموزونة، وهي المرحلة التي تحدد فيها جسامات الحروف بالنسبة لعرض القلم، وفي هذه المرحلة كانت الكتابة إما محققة أو مطلقة كما ذكر ابن خلف، بمعنى أن الكتابة في هذه المرحلة إما مجودة متقنة وهي التي كانت تستخدم لنسخ المصاحف والكتابات العامة، أو مطلقة وهي التي كانت تستخدم للكتابات اليومية ذات الأغراض السريعة. لذلك لم يعدد ابن النديم أو النديم وهو على الأدق المتوفى سنة 385 للهجرة المحقق من ضمن الأقلام 24 الموزونة التي ذكرها في كتابه الفهرست. وهذا لربما يشير إلى أن المحقق في هذه المرحلة لم يكن سوى مصطلح يستخدم للتعبير عن الشكل المجود والمتقن من الخطوط. بناء على هذا المفهوم قدم لنا اثنان من الباحثين المعاصرين نموذجين للخط المحقق في هذه المرحلة. أولهما نابيا أبوت في كتابها The Rise of the North Arabic Script الذي صدر عام 830 ميلادي، والثاني للدكتور إبراهيم جمعة في كتابه اللي هو دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة الذي صدر عام 67. هذان النموذجان يتفقان على المفهوم الدلالي للمحقق وهو الكتابة المتقنة المجودة. وبالتالي أي نموذج كتب على هذا المنوال وبهذه الصورة من الإتقان صح أن نعتبره بخط المحقق. والخط في هذه النماذج في مظهره العام هو ما اصطلح على تسميته بخط الكوفي المبسوط أو كوفي المصاحف، فقد وزعت سطوره السطور والكلمات بعناية وأنجز النص المكتوب بتأنن ملحوظ ومهارة واضحة.
ونال كل حرف فيها اهتماما واضحا سواء منفردا كان أو متصلا. وهاتان كتابتان تذكرانا بكتابات المنفذة في قبة الصخرة المشرفة في القدس الشريف التي تؤكد على وحدة شخصية المحقق الذي تغلب عليه صفة الجبوزة في هذه المرحلة. أما المرحلة الثانية وهي مرحلة الكتابة المنسوبة، لكن من الصعب في هذه المرحلة من الصعب علينا تحديد البداية الزمنية لهذه المرحلة، لكن نجد أن أول إشارة للمحقق تخط مستقل في المصادر المبكرة جاءت عند الصولي الذي توفي أو متوفى سنة 335 للهجرة في كتابه المرجعي أدب الكتاب، وهو أحد الكتب وهو أحد الكتاب الرواد في القرنين الثالث والرابع الهجريين. يقول الصولي: وأحلى الخطوط المحقق اللطيف مستدير الحروف المفتح الصادات والطاءات والمختلس التاءات والحاءات. وفي إشارة أخرى لا تقل أهمية عن إشارة الصولي يذكرها النديم لكن بشكل مقتضب ومربك في الوقت نفسه عن بداية ظهور المحقق كخط مستقل. يقول ابن المديم أو النديم: إن مع ظهور الهاشميين في أول الدولة العباسية حدث خط يسمى العراقي، وهو المحقق الذي يسمى وراقي. عبارة ابن النديم مربكة من جهة أنه أطلق ثلاث تسميات على خط واحد، لكن نبي أبوت في كتابها فسرت هذه الثلاثية بقولها: إن هذا الاسم الثلاثي الذي ذكره النديم إنما يعبر عن خط عالي الإتقان والجودة فهو محقق، وتطور مع استخدام الواسع للورق فهو وراقي، وظهر وكان أول ظهوره في العراق فهو يسمى عراقي. ابن النديم يضيف أن هذا الخط ظل ينال عناية وتحسينا واسعا في أيام المأمون، كما ذكر أن من الوراقين في زمانه من كانوا يكتبون المصاحف بخط المحقق، إلا أن ابن النديم لم يذكر لنا شيئا من صفات هذا. رواية ابن النديم وما ذكره الصولي عن ظهور شخصية محددة لخط المحقق يميل إلى الاستدارة والليونة، وتحمل في الوقت نفسه الدلالة اللغوية ذاتها للمحقق المعبر عن الإتقان والتناسب في كتابة الحروف. إضافة إلى ذلك نجد الصولي يذكر بعض صفات المحقق في قوله: المفتح الصادات والطاءات والمختلس التاءات والحاءات. هذه من كتابات ابن أسد اللي هو معاصر لابن النديم وهو أستاذ ابن البواب. ونجد يعني في الدوائر اللي هايلايتد المختلس التاء المختلسه الطاء الصاد والجيم، يعني تقريبا نجد صوره قلميه للاوصاف التي ذكرها الصولي عن كتاباتنا او صوره المحقق. ولما كان المحقق قد استخدم كمصطلح كما مر في مرحله الاقلام الموزونه اليابسه للدلاله على الكتابه المجوده، بقي الاسم نفسه في مرحله سيادة الكتابة المنسوبة يستخدم للدلالة نفسها لكن بشكل جديد متقن لين الحروف يمتاز بحسن الشكل وحسن الوضع، مما جعله أيضا أنسب الخطوط في هذه المرحلة لكتابة المصحف الشريف. المحقق وكتابة المصحف الشريف. في رسالة لمحة المختطف لحسين بن ياسين في القرن السابع يقول: واعلم أن لكل قلم من الأقلام السبعة شيء يختص به، فالمحقق والريحان للمصاحف والأدعية، والنسخ للحديث والتفسير ونحوهما، والثلث للتعليم، والتواقيع تكتب بها التواقيع التي للأمراء والقضاة والأكابر، والرقاع لتواقيع الصغار والمراسلات، والمؤنق لكتابة الشعر. إن عبارة حسين بن ياسين هذه تقدم لنا العديد من الفوائد التي أهمها بيان الوظيفة التي اختص بها كل خط من الخطوط العربية السبعة، وفيها نرى أن المحقق والريحان اختص بكتابة المصاحف والأدعية الشريفة. ليست هذه الإشارة التاريخية الوحيدة التي تذكر لنا أسماء الخطوط ووظائفها بصورة عامة والمحقق بصورة خاصة، فمن الإشارات المهمة ما ذكره النديم الفهرسي قائلا: فأما الوراقون الذين كانوا يكتبون المصاحف بالخط المحقق والمشق وما شاكل ذلك، وعدد جملة من هؤلاء الوراق.
فالصفات الفنية التي حازها خط المحقق دون الخطوط العربية الأخرى جعلت منه بلا شك الخط الأمثل لكتابة المصحف الشريف. لقد اجتمعت في المحقق صفات الوضوح والبيان وجمال الشكل وعظم الحجم إضافة إلى حضور التوازن والانسجام بين حروفه وكلماته وسطوره. إن الإقبال الكبير على كتابة المحقق من قبل الخطاطين والكتاب على مختلف مستوياتهم ومهاراتهم جعل منه أكثر الخطوط نضجاً وانتشاراً، ويجدر في هذا السياق أن أقتبس ما كتبه الدكتور مارتن لينكس عن خط المحقق في كتابه روائع الفن الخط والتذهيب القرآني. يقول لينكس إن بعض اللوحات القرآنية تبرز لنا جانباً من الوحي لا يملك القدرة على إبرازه إلا الخط المحقق، فإننا نستشعر فيه قوة غامرة مثل موجة مادية عارمة أو نهر في حالة فيضان. ويضيف: وكان المحقق ميزة أن يكون مع الريحان هو الخط المفضل لعدد كبير من المصاحف خلال الشرق الأدنى والأوسط، وتصل خصائص الثلث التي لا يمكن إنكارها إلى أوجها على جدران المساجد، لكن حركته الشديدة البطء حانت دون اختياره كأداة لحمل الوحي من مبدأ من البدء حتى إلى حد الختام. المحقق من خلال النسخ المصحفية، إن أقدم النسخ المصحفية المكتوبة بالخط المحقق استطعت العثور عليها هي بخط عبد الملك الأصفهاني، ما معروف سنة وفاته، لكن النسخة التي نشاهدها الآن هي مكتوبة سنة 499 للهجرة، محفوظة في دار الكتب المصرية. وهذه المخطوطة تبين لنا شكل المحقق في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري، وهو على طريقة ابن البواب المتوفى سنة 413 للهجرة. من المؤسف أننا لا نجد آثار خطية بخط المحقق لخطاب عظيم، أو آثار مصحفية بخط المحقق لخطاب عظيم مثل ابن البواب، الذي تذكر المصادر أنه كتب حوالي 64 مصحف. لكن ديوان سلامة بن جندل السعدي الذي كتبه ابن البواب في رمضان سنة 408 والمحفوظ في مكتبة تركابي سراي يقدم لنا صورة جلية بشخصية المحقق، وهذه الشخصية نجدها واضحة في النسخ المصحفية المكتوبة بالمحقق والمتوفرة من القرون التالية. فهناك مصحف كتبه عثمان بن محمد في مدينة بوست في أفغانستان مؤرخ سنة 550 للهجرة، نرى فيها طريقة ابن البواب التي نجدها في مصحفه الشهير المكتوب بالخط الريحاني. هذا لأنه إحنا نجد الريحاني والمحقق نفس الشخصية، لكن الفرق بينهما فرق حجم فقط. والمحفوظ في مكتبة تشستر بيتي في إيرلندا في لندن. وهناك أيضا مصحف كتبه أبو نعيم بن حمزة البيهقي سنة 592 أيضا على طريقة على مصحف ابن البواب، وهذا من مصحف لأبو نعيم البيهقي كتبه سنة 592 للهجرة أيضا على طريقة ابن البواب. مدرسة ابن البواب في الخط، لم تشد المصادر العربية بخطاب كما أشادت ابن البواب، فهو أستاذ الخط على مر العصور، ملك الكتابة، قلم الله في أرضه، صاحب الخط الفائق الذي لم يرزق أحد في الكتابة سعادته، لم يوجد في المتقدمين ولا المتأخرين من كتب مثله ولا قاربه، هذب طريقة ابن مقلة ونقحها وكساها غلاوة وبهجة، والكل معترفون لأبي الحسن علي بن هلال بالتفرد، فعلى منواله ينسجون وليس فيهم من يلحق شأوه ولا يدعي ذلك. كانت طريقته في الخط المنسوب أول قرب تشكلاً وأوسع انتشاراً، تبعه الخطاطون والكتاب في بغداد ومصر وبلاد الشام وفي شرق آسيا والصين. يقول ابن كثير المؤرخ المتوفى سنة 774 للهجرة: وعلى طريقته الناس اليوم في سائر الأقاليم إلا القليل. وفي ألفيته يقول الشيخ شعبان الأثاري المتوفى سنة 828: وانقسمت من بعده الطرائق من بعد ابن مقلة على ثلاث أمها الخلائق: لابن هلال عربا، وللعجم ياقوت، والعماد بالوضع التسم. فظلت طريقة ياقوت أو طريقة ابن البواب مسيطرة حتى منتصف القرن السابع الهجري، حتى ظهرت طريقة ياقوت المستعصم. فانحسرت طريقة ابن البواب في بغداد وشرق آسيا، لكن ظلت مستمرة في مصر وشمال العراق
وسوريا حتى أواخر القرن العاشر. تتمثل طريقة ابن البواب في أنا أذكر بالمحقق لأنه معنا نماذج أخرى سوى الريحاني وشيء بسيط جدا من النسب، لكن المحقق يعني جعل قضية المقارنة وتوضيح طريقة ابن البواب بصورة أوضح. تتمثل باستقامة حروفها القائمة مع ثخانة وامتلاء بسبب زاوية القلم التي كان ابن البواب يستخدمها في الكتابة. طبعا قضية زاوية القلم معظم أو كل الباحثين اللي تناولوا قضية زاوية القلم كانوا يتناولوا القلم كأداة، هو نفس القلم، إنه يقول المستعصمي حرف القلم. والقضية يعني أنا أراها بطريقة مختلفة، لأنه تحريف القلم قضية قديمة تكلم عنها ابن البواب وتكلم عنها اللي هو ابن مقلقة. فأنا أجد إنه وضع القلم بزاوية على الورق هي التي أثرت في طريقة رسم الحرف. فابن البواب زاوية وضع القلم على الورق زاوية أقل انحداراً من الزاوية التي كتبها أو استخدمها ياقوت المستعصم. يعني أنا سأضع مقارنة قريبة في هذا الموضوع. وتعتبر المصاحف التي كتبها ابن البواب من أكثر المصاحف حجماً وأكثرها فخاماً. ومن النماذج المصحفية طبعاً هذا سطر من سطور ابن البواب في ديوانه سلامة بن جدل، ونجد إنه حروف الكلمات متقاربة فيها فراغات، يعني في فراغات فيما بينها وما في تركيب في السطر، وهذا أيضا نموذج آخر. هذا من المصاحف التي كتبت على طريقة ابن البواب وهو بخط علي بن محمد الأشرفي، كتبه سنة 775. ومعروفة طريقة ابن البواب في مصاحفه أنه فارهة جدا، ضخمة جدا، كبيرة جدا، ويعني المحقق فيها واضح جدا انه طريقة ابن البواب. طبعا هذا المصحف قياسه حوالي 73 سم ارتفاع بعرض حوالي 50 سم.